يفتتح رئيس هيئة الاستثمار ومحافظ قنا أول مركز متكامل لخدمة المستثمرين بمحافظة قنا، والذي يعد من أهم وأكبر مراكز خدمة المستثمرين على مستوى جنوب الصعيد لخدمة الراغبين في تنفيذ مشروعات بالمناطق الصناعية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل أكسترا نيوز أحمد الأفيوني. إليك أحمد، وبالتأكيد نريد الكثير من التفاصيل. نعم دانا، نعم دعاء، تحياتي لكم. وبالفعل كما ذكرت وتواجد في محافظة قنا، حيث شهدت المحافظة منذ دقائق قليلة افتتاح أول مركز لخدمة المستثمرين هنا في منطقة جنوب الصعيد بمحافظة قنا. شهد هذا الاحتفال اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وسط يعني إقبال من كبير من المستثمرين هنا الذين حضروا هذا الافتتاح. للمزيد اكثر وتفاصيل اكثر حول هذا الافتتاح، دعيني انا استقبل معك عبر الهواء مباشره المستشار محمد عبد الوهاب رئيس التنفيذي للهيئه العامه للاستثمار. سياده المستشار، تحياتي لك في البدايه، يعني لو تحدثني عن اهميه هذا المركز وكيف سيخدم هذا المركز المستثمرين في منطقه جنوب الصعيد. طبعا مركز خدمات المستثمرين في محافظه قنا هو رابع مركز في محافظات الصعيد، وايضا المركز رقم 12 على مستوى الجمهوريه. طبعا المركز بيخدم مش محافظه قنا بس، محافظه اسوان والاقصر، بيخدم حوالي 2700 شركه، بيقدم جميع الخدمات، تبدا من تاسيس وخدمات ما بعد التاسيس خاصه باعتماد مجالس الاداره واعتماد الجمعيات. موجود هنا برضو ايضا وزاره الماليه، مصلحه الضرائب، موجود هيئه التنميه الصناعيه، كل الجهات اللي بتخلص كل الاجراءات الخاصه بالمستثمر بعد تاسيس شركات بتكون موجوده هنا. كلمني عن شباك الواحد هنا في هذا المكان، وكيف سيخدم يعني يوفر الوقت والجهد على المستثمرين في الذهاب الى القاهره. طبعا كان في الاول طبعا هو هيوفر كتير، لانه المستثمر كان دايما بيقدر يروح للقاهره عشان يخلص اجراءاته او ياسس شركات. دلوقتي تاسيس شركات بيتم هنا عن طريق المركز، وايضا خدمات ما بعد التاسيس وعرض الفرص الاستثماريه الموجوده في المحافظه هيكون من خلال المركز. وايضا استحدثنا يعني اداره جديده، اداره دراسات الجدوى، نقدر نعمل دراسات الجدوى ايضا للمستثمر عشان يكتمل مشروعه. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا.